السلام عليكم. هنبدأ حل تشالنج هاك ان اس دي الكاتيجوري تيجي الفرنسي والليفل ميديوم، وهعطيك الفلاج فورمات اللي هو فلاج ويوسك. عند ورود للتشالنج هنشوف نوع الفايل جي بي جي ايمج داتا، استخدم اكسف تول. في هنا كومنت باد از باد، وممكن يكون الفلاج بس هو عطينا الفورمات بتاع الفلاج اللي هو فلاج وجواه تكست، وده باد از باد هنخليه معانا يمكن نحتاجه. هنستخدم بين وونك، مفيش حاجة هنستخدم فيها. هنستخدم ستيك هايد، للإنفو ستيك هايد داش داش هيل، عشان نعمل اكستراكت للداتا ستيك هايد اكستراكت داش اس في اس اي داش اس اف، والفايل عاوز باسورد. هنجرب الباسورد دي هيبناه من اكزيف تول اللي هو باد از باد. ستيك هايد اكستراك داش اس اف انفو دي بي جي باسورد باد از باد روت اكستراكت داتا تو فلاج تو تكست. لو هنعمل كده للفلاج هنلاقي ده الفلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.